قبل لا نبدأ أيضاً، بما أن الدكتور يعني موجود اليوم وهو يوفنتساوي، يعني شوي نتحرش فيه. يوفنتوس كنا هالسنة فريق متوفي، كنا لا يصير لا عدو ولا صديق، متوفي الفريق. أي والله متوفي. والسبت شكله السيد ساري راح يأدب السيدة العجوز. الله يستر. الله يستر. للأمانة يوفنتوس ما هو على السنوات السابقة، يعني من سنة الكورونا وللحين الأمانة من أسوأ لأسوأ. أصبح حقل تجارب من ساري إلى بيرلو ورجع أليجري. للأسف إدارة تعمل على مصالحها الشخصية ولا فكرة في الفريق، لا تعاقدات. أبيع كين أرجع أستعير كين بمبلغ دبل اللي أنا بعته فيه، أفرط بهداف الدوري قيمة كريستيانو رونالدو هداف الدوري، والموسم اللي ما قبل السابق كان منافس على هداف الدوري، وبين أثر رونالدو في مباراة أموبيلي. نعم، مهاجمين يوفنتوس خلال 90 دقيقة لم يصنعون فرصة واحدة محققة للتسجيل. في المقابل رونالدو خلال ربع ساعة أمام أودينيزي أضاع فرصتين وسجل هدف الثالث اللي احتسب تسلل. فأنا أشوف أن الإدارة هي اللي ساهمت في ضياع يوفنتوس. يلا دكتور، أنا أشوف من وجهة نظري عودة كبار ميلان ردت الوضع الطبيعي. يعني صراحه ميلان وانتر ميلان ردوا الموسم طاف، هذا الوضع طبيعي. يوفنتوس يعني احنا اوكي فريق كبير، لكن ترى المواسم الاخيره كان هو يعني احنا ما نقدر بعد مساعده حكام وامور كثيره. لا معلش كابتن علي، موضوع احنا ما لنا نتعمق بالموضوع، ما نتطرق بس انا حبيت اتحرش فيه. 2006 يوفنتوس اخذ في جريره، يعني الوحيد اللي تعاقب في ايطاليا، مع ان هناك 10,000 مكالمه تم، فقط 1,000 مكالمة اللي تم إخراجها للقضاء، وتقريبا 9,000 مكالمة تم إخفاءها. تعاقب يوفنتوس وهبط للدرجة الثانية وفقد لاعبين كبار وانتقلوا إلى أقوى الأندية سنة 2006 بعد كأس العالم. كأس العالم 6 لاعبين من يوفنتوس في منتخب إيطاليا. تجاوزنا النقطة هذه. رجع يوفنتوس في 2011 واستحوذ على البطولات 9 سنوات متتالية. خلال 9 سنوات تقريبا يوفنتوس عشان 14 مستويات الفرق الثانية كانت ليش احنا اليوم متراجعة. اليوم الموسم اللي طيب. الموسم انا ما ابي اتشعب بالموضوع. لا بس دقيقة دكتور، والله على النقطة. ما ابي الموسم اللي طاف اوروبي. لا الموسم اللي طاف الانتر حقق البطولة، قال لك عودة ميلان والانتر اخفت يوفنتوس. طيب لما عاد يوفنتوس اخفى الجميع.